بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات في مساق مبادئ محاسبة 2، ونبدأ إن شاء الله في شرح موضوع الفصل الثالث الذي يتعلق بجرد الأصول غير المتداولة. عنوان هذا الفصل يحمل عنوان جرد الأصول غير المتداولة، وهي المحاضرة السادسة إن شاء الله. ما هو المقصود بكلمة الأصول غير المتداولة؟ الأصول غير المتداولة يعني هي الأصول الثابتة، بمعنى هي الأصول التي تشتريها المنشأة لأغراضها المتعلقة بطبيعة عملها وطبيعة نشاطها. أي أن هذه الأصول اللي عبارة عن الممتلكات، الأجهزة، المعدات، السيارات، المباني، الأراضي، كلها جميعا تعتبر أصول غير متداولة، يعني بمعنى أصول ثابتة. هذه الأصول تقتنيها المنشأة ليس لغرض بيعها وإنما لغرض استخدامها، وبالتالي أصبحنا نعرف ونتعلم بأن الأصول الثابتة هي الأصول التي تقتنيها المنشأة، بمعنى تشتريها المنشأة لأغراض استخداماتها التي تتعلق بالعمل. طيب، الآن إحنا لما تشتري هذه المنشأة هذه الأصول، يتم إجراء قيد محاسبي. من المعلوم أن أي عملية مالية فيها طرفين، طرف مدين وطرف دائن. اليوم اشترينا أصل من الأصول، مثلا اشترينا آلة مش هنستخدمها في عملية الإنتاج، ثمن الآلة 10,000 دينار. بنعمل قيد محاسبي، بيكون الآلة هذه طرفها المدين 10,000 دينار وطرف الدائن أيضا نفس المبلغ، وبالتالي هذا المبلغ اللي بيتم تحديده يسمى إيش؟ المبدأ الذي تم الاستناد إليه في عملية التسجيل هو مبدأ التكلفة التاريخية. مبدأ التكلفة التاريخية ليس معنى مبدأ التكلفة التاريخية، لأن هذا الرقم الذي تم تسجيله لن يتغير في السجلات ويبقى ثابتا في السجلات كتكلفة تاريخية بصرف النظر عن التقلبات التي تحدث في قيمة هذا الأصل. يعني الأصل مع مرور الزمن، زي ما انتم عارفين ان العملة بتتغير قيمتها، بتزيد قيمة العملة، بترتفع قيمة العملة، وبالتالي هناك تغيرات في قيمة العملة. احنا حنتمسك بمبدأ المعروف في المحاسبة، المبدأ الاصيل اسمه مبدأ التكلفة التاريخية، يعني اثبات قيمة الاصل الذي تم دفعه عند الشراء اول مرة. طبعا حنضيف عليه تكاليف الشحن، تكاليف الضرائب، تكاليف الاستخدام، يعني حتى يصبح هذا الأصل قابلا للعمل الفعلي والبدء بعمله، كل ما يتعلق بتكاليف هذا الأصل حنحمله على حساب اسمه حساب الأصول الثابتة، آلات أصول ثابتة السيارات. بمعنى أن التكلفة التاريخية هي التكلفة التي يتم من خلالها إثبات قيمة المبلغ الذي تم دفعه، مضافا إليه تكاليف رسوم الجمارك، رسوم التركيب، رسوم الضرائب، رسوم الشحن، كل ما يتعلق حتى أصبح هذا الأصل جاهزا للاستخدام. هذه التكلفة كلها حنثبتها في السجلات بالحسب المبالغ التي تم دفعها في حينه، وبالتالي يصبح هذا المبلغ هو الذي يسمى التكلفة التاريخية. لا تتغير هذه القيمة وتبقى ثابتة على مرور الزمن على الرغم من التقلبات التي تحدث في قيمة العملة. مثال على ذلك، فرضا شركة النور حسب المثال أمامكم اشترت آلة للغزل والنسيج، وتوفرت لك بعض البيانات منها سعر الآلة حسب الكتالوج، يعني حسب اللي هو اللي بيوضح قيمة الآلة حسب الكتالوج تبعها وحسب الرسومات المتعلقة بها وحسب القدرة الإنتاجية لها، كان 4,500 دينار.
كان هناك خصم تجاري قدره 10%، وكان هناك مصروفات شحن قدرها 10%، يعني قيمتها 500 دينار، وكان هناك رسوم جمركية قدرها 200 دينار، وتكاليف تتعلق بتشغيل الآلة من قبل المهندسين بمبلغ 50 دينار. يا ترى إيش الرقم اللي حنثبته الآن كتكلفة تاريخية لهذه الآلة؟ من المعروف في المبادئ المحاسبة حناخد المبلغ اللي دفعناه 4500، حنطرح منه ما يعرف باسم الخصم التجاري. ليش طرحنا الخصم التجاري؟ لأنه إحنا تعلمنا في مبادئ محاسبة واحد أن الخصم التجاري هو الخصم الذي يمنح لجميع المشترين، يعني ما عندي ميزة معينة أنا، ما دام يمنح لجميع المشترين معنى ذلك السعر الحقيقي للسلعة هو السعر الذي تم تحديده في الكتالوج ناقصا الخصم التجاري. الخصم التجاري 10% من قيمة 4500 دينار بيساوي 450، حنطرح من 4500 بيطلع سعر الآلة اللي حتدفع الشركة 4050. حنضيف لهذا الرقم قيمة المصاريف الجمركية، قيمة مصاريف التشغيل، قيمة مصاريف متعلقة بالشحن والتركيب، كله بيطلع المجموع 4800. إيش يا ترى القيد المحاسبي اللي حنعمله؟ حنقول من حساب الأصول الثابتة بين قوسين آلات إلى حساب البنك، لأنه المبلغ انتفع بشيك. لكن لو كان المبلغ انتفع من الصندوق حنقول إلى حساب الصندوق. ليش قلنا هنا ما قلناش من حساب المشتريات؟ خلوا بالكم النقطة المهمة جدا، أي مبالغ تدفع لشراء الأصول الثابتة الطرف المدين من هذا القيد هو حساب الأصول الثابتة. اشترينا سيارات من حساب الأصول الثابتة السيارات، اشترينا آلات من حساب الأصول الثابتة الآلات، اشترينا أثاث من حساب الأصول الثابتة بين قوسين الآلات، ما بنقولش حساب مشتريات أو حساب البضاعة، هذه لا تذكر إلا عندما نشتري البضاعة. يعني البضاعة بنقول من حساب مشتريات، أو بنقول حاجة تانية من حساب المخزون، بينما الأصول الثابتة المشترى لغرض الاستخدام في داخل المنشأة هنقول من حساب الأصول الثابتة، وبنحدد إيش صنف هذه الأصول. هذا أول عملية بدنا نفهمها من عمليات المتابعة للأصول الثابتة. في عندنا حاجة أيضا اسمها الآن الجرد. ما معنى الجرد؟ الجرد يعني التأكد من وجود الأصل والتحقق من ملكية المشروع لهذا الأصل. ثانيا معرفة قيمة الأصل الصافية في نهاية الفترة المحاسبية. حنوقف هنا، إيه معنى يعني معرفة قيمة الأصل الصافية في نهاية الفترة المحاسبية؟ يلا يا شباب، يلا يا بنات، إيه معنى معرفة قيمة الأصل الصافية في نهاية الفترة المحاسبية؟ إحنا بتعرفوا اشترينا آلة قبل شوية كان قيمتها حوالي 4800 دينار، إيش يا ترى قيمتها الصافية في نهاية العام؟ قيمتها الصافية معنى ذلك مشان نصل للقيمة الصافية بتعرف الآلة اشتغلت كام، وشغل هذا إيش أثر فيها، إيش تآكلت الآلة، إيش راح من عمرها الإنتاجي، إيش عمر الإنتاجي تقلص، كم صار عمرها الإنتاجي اليوم، أديش قيمتها اليوم. لما نشتري اليوم سيارة هل كفائتها بعد سنة بتكون نفس كفائتها أول ما اشترينا؟ أكيد الجواب لا. اشترينا أثاث بكون جديد في بداية شرائه، بعد سنة بكون له استهلاك سنة، بعد سنتين استهلاك سنتين، وبالتالي حنتعرف على مفهوم جديد اسمه الإهلاك. يعني إيش معنى الإهلاك؟ يعني إيش التناقص اللي صار في قيمة الأصل بسبب عمليات الإهلاك، ما يعرف محاسبيا بمصطلح الإهلاك. يعني معروف إن لكل شيء له نهاية، الإنسان له نهاية، الآلة لها نهاية، السيارة لها نهاية، هذه تقدر لها عمر إنتاجي. مثلا نقول العمر الإنتاجي للسيارة المستخدمها اليوم قدرها مثلا 10 سنوات. ليش 10 سنوات؟ بناء على معطيات معينة، إنه السيارة هذه بستخدمها استخدام قليل، السيارة بعملها تشحيم، بعملها تزييت، بعملها صيانة بشكل دوري، يعني بعتني بها، أصبحت تعيش معي 10 سنوات. في ناس يقولك لا بتعيش معي 12 سنة، في ناس 15 سنة. القضية كيف نقدر قيمة هذا الأصل؟ بعد ما نقدر قيمة هذا الأصل بنقول مثلا على سبيل المثال نبسط الموضوع ونقول والله السيارة هذه اللي اشتريناها اليوم حتعيش معايا 10 سنين. يعني كم حصير قيمتها بعد نهاية 10 سنين؟ حتساوي قيمتها 0 أو ما يعرف باسم الخردة، تساوي 100 دينار 200 دينار كخردة مثلا.
أصبح مشان نصل إلى القيمة الصافية الأصل بدنا نتعرف على مفهوم جديد اسمه إيش؟ إهلاك الأصول الثابتة. طيب إيش العوامل بتأثر في تحديد إهلاك الأصول الثابتة؟ اللي العوامل إيه؟ يا ترى إيش عمر الإنتاج إلها؟ كيف تشتغل السيارة؟ هل تشتغل 24 ساعة؟ هل السيارة هذه في أماكن سيئة؟ طريق مكسر؟ طريق كويس؟ تشتغل 8 ساعات غير تشتغل 16 غير تشتغل 24؟ الأصل كم كلفني؟ إيش قيمة الأصل المتوقع كخردة؟ كل هذه عوامل بتفيدنا في تحديد قيمة الأصل. إحنا الآن مشان نتعرف على احتساب قسط الهلاك، في عندي أكثر من طريقة لاحتساب قسط الهلاك. الطريقة الأولى طريقة القسط الثابت، الطريقة الثانية طريقة القسط المتناقص، الطريقة الثالثة طريقة مجموع أرقام السنين، والطريقة الرابعة طريقة إعادة التقدير، والطريقة الخامسة طريقة معدل النفاذ، والطريقة السادسة هي طريقة وحدات الإنتاج. حنبدأ اليوم، حنأخذ أهم شيء منهم اليوم إن شاء الله ونحاول نكملهم بالكامل. ما هي طريقة القسط الثابت؟ طريقة القسط الثابت تقوم على فكرة إنه قديش الأصل قيمته هذا وكم سنة حيعيش معايا. الأصل هذا قيمته والله مثلا 10,000 دينار، حيعيش معي 10 سنوات، أصبح 10,000 دينار تقسيم 10، يعني كل سنة 1,000 دينار، يعني بنقسم اللي هو قيمة الأصل بنقسمه على العمر الإنتاجي بيعطيه قديش السيارة بتعيش معك، كام الآلة ممكن تعيش معك. فهمتوا يا شباب كيف يعني؟ طريقة القسط يعني كيف نوزع قيمة الأصل على عدد معين من السنوات. هذه القيمة تكون ثابتة في كل سنة، بمعنى سيارة قيمتها مثلاً آلة قيمتها 100,000، هتعيش معي 10 سنوات، 100,000 تقسيم 10 سنوات، يعني كل سنة هنستهلك 10,000 دينار. هذا 10,000 دينار هي اللي حنسميها القسط الثابت، لأنه ثابتة عبر السنوات المالية. إحنا طبعاً في حاجة في المحاسبة يسموها الخردة، يعني مثلاً السيارة قيمتها مثلاً 10,000 دينار، متوقع تكون في نهاية 10 سنوات قيمتها صفر، فيش خردة، خلاص كلها ضاعت. لكن في الواقع العملي حنجد أنه هناك مثلا سيارة ممكن بيعها 200 دينار بيعها 500 دينار بيعها هيكل عظمي يعني زي خردة، وبالتالي بنقول قيمة الأصل ناقص قيمة الخردة بنقسمها على العمر الإنتاج الأصل بيعطي قيمة القسط إيش؟ الثابت. طبعا طريقة القسط الثابت فيها سهل جدا، بحقق العدالة في التوزيع بين السنوات المالية، ولكن له عيوب. ليه؟ العيب الوحيد والأساسي بهذا الموضوع بقول لك السيارة أول ما تجيبها أو الآلة أول ما تشتريها وتشغلها بتشتغل معك بكفاءة عالية وبتشتغل معك بطريقة مكثفة، وبالتالي يجب أن يكون إهلاكها في السنة الأولى أكثر من استهلاكها في السنة الثانية، أكثر السنة الثانية أكثر من استهلاكها في السنة الثالثة. ليه؟ لأنه بتعطي قوة وقدرة إنتاجية على الإنتاج أكثر في السنوات الأولى من عمرها في السنوات الأخيرة. مثلا سيارة اشتريتها اليوم تلاقي تشتغل بكفاءة عالية، بعد 5 سنوات حتكون كفاءتها قلت، وبالتالي بيكون قسط الإهلاك أقل. هذه العيوب تبعيتها ويذكر فيها. نفهم الكلام هذا بشكل نظري وبشكل عملي. المثال على طريقة احتساب القسط الهلاك الثابت، هنقول في عندي آلة قيمتها 13,500 دينار، قدروا المختصين عمرها الإنتاجي ب4 سنوات وقال لك حتكون هي خردة، حتباع بخردة بعد 4 سنين بقيمة 1,500 دينار. كيف نطلع قسط الهلاك الثابت؟ مباشرة عندنا القانون موجود، قيمة الأصل هنطرح منه قيمة الخردة، قيمة الأصل 13,500 بنطرح منه قيمة الخردة 1,500، بيطلع الجواب كام؟ 12,000 دينار. 12,000 دينار نقسمها على 4 للعمر الإنتاجي المتوقع للأصل، بيطلع قيمة القسط الثابت 3,000 دينار، يعني 3,000 دينار هو قيمة القسط الثابت. لو حبيت أعرف إيش يعني معدل وكم معدله في المية 3,000 دينار، هنقول 3,000 دينار نقسمه على 12 بيعطيني معدل إهلاك 25%. يعني لو قلت أنا كيف إيش هو قيمة القسط، يا بأطبق معدل إهلاك 25% يا بعمل بالطريقة الأمامنا. معدل الإهلاك هو عبارة عن قسط الإهلاك اللي هو 3,000 مقسوما على إيش؟ على القيمة الصافية للأصل، بنضربها في 100 بيعطيك معدل إهلاك 25%. هاي مثال آخر، آلة قيمتها 21,000 دينار، قيمتها كخردة 1,000 دينار، منشان نطلع قسط الإهلاك تبعها اشتريناها في 1/10، يعني مش في بداية العام. نفس الطريقة حنقول قيمة الأصل اللي هو 21,000، اطرح منها قيمة الخردة 1000، بيطلع الجواب 20,000. اقسمها على إيش؟ على 5 سنوات، وبنضرب المدة في 3/12. ليه في 3/12؟ لأنه إحنا اشترينا الآلة في 1/10،
ما بنحسبها 12 شهر، بنحسب حسب المدة، وبالتالي شهر 10، شهر 11، شهر 12 3 شهور ضرب في 3 12 بيعطيك قسط الإهلاك السنوي عن الفترة المالية من 11 إلى 31/12/2020 فرضا. الطريقة الثانية هي طريقة القسط المتناقص. إيش معنى قسط متناقص؟ من اسمه يعني قسط بيبدأ عالي وبيبدأ يتناقص شوية شوية شوية، بيبدأ مثلا بألف بصير 800 بصير 700 بصير 600، قسط متناقص. هذا الطريقة حسب رأي الخبراء المختصين بقولك أفضل من طريقة القسط الثابت، ولكن من ناحية العملية ولسهولة التطبيق نجد أن أغلب المنشآت بتطبق طريقة القسط إيش الثابت، وهناك منشآت تطبق طريقة القسط المتناقص. طريقة القسط المتناقص هو قانونها عبارة عن تكلفة الأصل، يعني إيش الأصل كلفنا، ناقص مجمع الإهلاك، نطرح مجمع الإهلاك اللي كانت السنة الماضية ونضربها في ضعف النسبة اللي كانت موجودة واللي طبقناها في معدل القسط الثابت فرضا. يعني قدرت مثلا النسبة 10% ضعف النسبة 20، قدرنا النسبة 20 بكون ضعف القسط 40. طبعا مشان نفهم هذه الطريقة حناخد مثال واضح ومثال حي في هذا الموضوع. طريقة القسط المتناقص، اشترت شركة خالد آلة بقيمة 8000 دينار، قدرة عمرها الإنتاجي بقيمة 5 سنوات. سهلة جدا. لو طريقة القسط الثابت هنقول 8000 ناقص الخردة تقسيم 5. هنا طبعا بدنا إيش نعمل، نشوف كيف نحسبها. هنا طريقة حسابها بدنا نشوف كالآتي، يا ترى كم الآلة هذه حتعيش معي؟ اشتراناها في 1/1/2007 فرضا، قدر عمر الإنتاجي ب5 سنوات. لما نقول 5 سنوات يعني كيف نطلع معدل الإهلاك؟ لأن بهمني أطلع معدل الإهلاك مشان أضرب معدل الإهلاك في 2 حسب القانون اللي اتفقنا عليه. الآن إيش هو معدل الإهلاك؟ هنقول كالآتي، هاي معدل الإهلاك، هنقول 1/100 هذا قانون عشان نطلع معدل إهلاك أي أصل من الأصول، البسط 1 المقام العمر الإنتاجي نضربه في 100، 1/5 مضروب في 100، معدل الإهلاك 1، قانون عندنا 1 المقام 1 البسط المقام عبارة عن اللي هو سنوات العمر الإنتاجي 5 أضربه في 100 بيطلع الجواب 20%. أصبح 20% هو إيش؟ هو قيمة معدل الإهلاك، هو معدل الإهلاك السنوي. إحنا معنيين نعرف إيش هو ضعف معدل الإهلاك، 20% ضرب 2 بيعطيك 40%. ما شاء الله واضح، وضع صار سهل. أصبح قسط الإهلاك للسنة الأولى هنقول قيمة الأصل 8000 مضروب في 40% بيطلع جواب 3200. سهل قسط الإهلاك السنة الأولى، سهل، عبارة عن قيمة الأصل مضروبة في ضعف معدل الإهلاك بيطلع 3200. السنة الثانية هنا بنضيف معلومة جديدة، بس هنقول 8000 هنطرح منه مجمع قسط الإهلاك تاع السنة اللي قبلها. قديش قسط الإهلاك تاع السنة اللي قبلها؟ 3200. أصبح نقول 8000 ناقص 3200 ضرب 40% بيعطيك جواب 1920. طيب ناخذ قسط الإهلاك للسنة الثالثة بنفس الطريقة، 8000 هنطرح منه مرتين 3200 السابقة، ونطرح 1920 كمان، الفرق هذا بيناتهم كله بعد الطرح هنضربه في 40%. السنة الرابعة بنفس الطريقة 8000 هنطرح الآن في السنة الرابعة 3 أرقام، تاع السنة الأولى 3200 وتاع السنة الثانية 1920، تاع السنة الثالثة 1152، أضرب الصافي في 40%، وهكذا السنة الخامسة والسنة السادسة، ما تبقى من قيمة الأصل يعتبر هو البعرة باسم إيش؟ الخردة. طيب الآن نأخذ الآن الطريقة الثالثة وهي طريقة مجموع أرقام السنين. مجموع أرقام السنين هي طريقة سهلة كمان نتعرف عليها. هذه الطريقة تشبه طريقة القسط المتناقص زي الطريقة اللي خدناها قبل شوية، إنها بتوزع قيمة الأصل على السنوات المستفيدة من خدمات هذا الأصل بشكل متناقص. تلاحظوا كيف مجمع قسط الإهلاك السنوي كان يتناقص حسب الطريقة السابقة. طريقة مجموع أرقام السنين برضو بنفس الكيفية هنلاقي كل سنة يتناقص هذا الرصيد، يعني شبيهة تماما بطريقة القسط المتناقص. إيش هو طريقة القانون اللي من خلالها بنحسب اللي هو قيمة قسط الإهلاك بموجب طريقة مجموع أرقام السنين؟ أولا يجب علينا بدي أعرف إيش يعني مجموع أرقام السنين.
مجموع أرقام السنين هو عبارة عن العمر الإنتاجي زود عليه واحد اقسم على اثنين. هذا القانون، يعني سين يساوي نون افتح قوس نون زائد واحد تقسيم اثنين. سين مجموع أرقام السنين، نون يعني عدد السنوات، زائد واحد رقم، واحد رقم مطلق. هذا بعد ما نفك القوس هذا بنقسم هذه النتيجة على اثنين بيعطيك مجموع أرقام السنين. الآن طبعا بناخذ مثال عملي مشان نقدر نعرف الموضوع. كيف نحسب قسط الهلاك؟ هنقول قسط الهلاك ناقص قيمة الخردة مضروبة في العمر الباقي للأصل زائد واحد، هذا البسط، مقسوما على مجموع أرقام السنين. البسط سهل، عبارة عن قيمة الأصل نطرح من الخردة وبنضربه في العمر الباقي وبنزود عليه واحد وبنزود عليه واحد وبنقسم تحت على المقام مجموع أرقام السنين. طبعا مشان نعرف مجموع أرقام السنين وكيف نحسبها هنتكلم عن طريقتين، بطريقة القانون وبالطريقة العادية الجمع العادي، وبنحسب بالله طريقة سهلة جدا إن شاء الله. هناك سيارة تكلفتها 10400 دينار، قيمتها كخردة مقدرة في نهاية المدة 400 دينار، عمرها الإنتاج المقدر 8 سنوات. كيف ترى أطبق طريقة مجموع أرقام السنين؟ أولا نمسك القانون. إيش القانون؟ قال لك نون، نون يعني كم عدد السنوات؟ عدد السنوات 8 زي ما أنتم شايفين، مجموع أرقام السنين 8. افتح قوس 8 زائد 1 يعني عدد السنوات 8، افتح قوس حط 8 زائد 1. طب لو كان مجموع أرقام السنين 9 هنقول 9، افتح قوس 9 زائد 1. لو كان مجموع العمر عمرها الإنتاجي 10 سنوات هنقول 10، افتح قوس 10 زائد 1. قانون سهل، أصبح 8، افتح قوس 8 زائد 1 بيساوي 9، 9 ضرب 8 بيطلع الجواب 72، 72 تقسيم 2 بيطلع 36. شوف كيف طريقة سهلة لاحتساب مجموع أرقام السنين. يعني بناخذ العمر الإنتاجي بنفتح قوس 8 زائد 1، لو كان 7 7 7 زائد 1، وهكذا بنقسم المحصلة النهائية بعد ما نفك المعادلة على 2 بيعطيك مجموع أرقام السنين. في واحد تاني بديش يعمل كده، بدي يعمل بطريقة تانية. كم سنة هما 8؟ قال كالآتي: 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8. يعني عد أرقام السنين، سنة أولى، سنة تانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، سنة خامسة، سنة سادسة، سنة سابعة، سنة ثامنة، عدهم كل واحد عددهم لقى الجواب 36، ولهذا السبب سميت مجموع أرقام السنين. يعني لو جمعنا كل إيش أرقام السنوات هذه، سنة أولى وسنة ثانية إلى السنة الثامنة. قسط الهلاك كالآتي: هاي 10400 تطرح من الخردة، اضربها في كام؟ اضربها في العمر الإنتاجي للسنة الأولى. يعني إيش العمر الإنتاجي الباقي؟ احنا مش بدينا في السنة الأولى، دائما يحسب الهلاك يا إخواننا يا شباب يا بناتنا، يحسب الهلاك في نهاية العام. يعني كم قديش مر من عمر الأهلة؟ سنة. مر من عمر الأهلة سنة، أصبح هي 8 سنوات تعيش، وبعد بحسب أنا هلاك بعد سنة بصير كأنه عمرها كام؟ 7 سنين، أصبح 7 زائد 1 تقسيم 36 بيعطيك الجواب هذا. طب في السنة بعدها بنقول إيش؟ راح منها سنتين، راح منها السنة الأولى راحت صار سنة تانية، 8 ناقص 2 بيطلع 6 بنزود لها 1. في السنة الثالثة بصير عندها كام؟ 3 سنوات، 8 ناقص 3 بصير 5، 5 زود لها 1 واقسم على 36. في السنة الرابعة بكون 4 سنوات، 4 زائد 1 تقسيم 36. قضية سهلة ما فيش فيها تعقيدات وعملية سهلة إن شاء الله. احنا بالنسبة للقصور هذه تحت السنوات خلي نسيب عليكم نشرحها لكم إن شاء الله بشكل مباشر. الطريقة الرابعة طريقة إعادة التقدير. إيش طريقة إعادة التقدير؟ يعني بنعاود نعيد تقدير الأصل قديش قيمته. يعني هذه الطريقة مثلا والله أنا عندي الأصل، عندي اشتريت مجموعة آلات، مجموعة أدوات، مجموعة كذا حاجات معينة، اشتريت مثلا أدوات استهلاكية وأدوات يعني أصل، ولكن الأصل زي مثلا براغ كبيرة، اشتريت مثلا أدوات معدات بدل ما أعد فيها، بقول والله قديش قيمة الأصل في بداية المدة وديش الآن صار قيمته في نهاية المدة. بنطرح اثنين مع بعض بيعطيك كم استخدمنا من قيمة الأصل اللي تسمى قسط الإهلاك. يعني مثلا في عندي عدد وأدوات كان قيمتها 2000 دينار، في نهاية العام عملنا جرد وعدناها وقومناها حسبنا لها قيمة وجدنا قيمتها 1950 دينار، أصبح قسط الإهلاك هو إيش؟ هو المستخدم من هذه الآلات، يعني 2000 ناقص 1950 يساوي 50 دينار. طريقة معدل النفاذ هي الطريقة التي تستخدم في حالة استخدام أبار النفط وأبار البترول ومناجم الفحم ومناجم الذهب. ليه؟ لأنه إحنا ما بقدرش أعرف
بالضبط كام أنا استهلكت، لأنه ما أقدرش، كلها مسألة مبنية على التقدير. طبعا في هذه الحالة عشان أعرف هذه المسألة بدي أنا أشوف يا ترى قسط الإهلاك تبعي كام، هقول والله إيش معدل النفاذ، يعني إيش معدل النفاذ، يعني معدل الاستهلاك، أبر نفط قديش بسحب أنا كمية نفط، قديش باخد 5% 10%، معدل النفاذ نضربه في عدد الوحدات المستخدمة خلال السنة، ومعدل النفاذ هو عبارة عن إيش، ناخد معدل النفاذ نضربه في عدد البراميل اللي بسحبها من البير بيعطيه قسط الهلاك. طب كيف أحسب معدل النفاذ؟ معدل النفاذ بشوف تكلفة الأصل قديش كلفنا الأصل، وبقسمه على عدد الوحدات المتوقع استخراجها. يعني بمعنى مثلا لو قلنا بير نفط، بير النفط حيطلع لي مثلا نقول 100 مليون برميل، أصبح عدد الوحدات المتوقع استخراجها من بير النفط كام؟ 100 مليون برميل. قديش كلفنا الأصل؟ بقسمه على عدد الوحدات، هذا بيعطيه معدل النفاذ. نضرب معدل النفاذ بالكمية اللي بسحبها في خلال إيش السنة أو في خلال الشهر حسب اللي بقى اللي أنا بطبقه. مشان أطبق هذا على مثال عملي حنقول كالآتي لك، إذا علمت أن تكلفة الأرض 1,350,000 تكلفة شراء أرض، 1,350,000 تكلفة حفر المنجم، 140,000 دينار، وتكلفة الخبراء 10,000 دينار، قدرة المخزون من هذا الفحم بقيمة كام، منجم بقيمة 10 قيمة مليون طن، قيمته مليون طن المخزون، يعني هذا المنجم اللي فتحناه احنا وبدنا نشتغل فيه قدر انه حيطلع لنا بقيمة مليون طن من الفحم او مليون طن مثلا من البترول. تم استخراج 50,000 طن، سهلة، هنطبق القانون، هنقول يا ترى أول حاجة بدي أحدد عنصر البسط اللي هو تكلفة المنجم. هنقول تكلفة المنجم كل ما يتعلق بشراء هذا المنجم، ممشوا معي يلا واحدة واحدة. الأرض كلفتنا 1,350,000، زود عليها اللي هو حفر المنجم، وزود عليها تكلفة الخبراء، طلع كل المجموع اللي عندي الآن 1,500,000. يعني المنجم هذا كلفني حفر وكلفني خبراء وكلفني الأرض كلها 1,500,000 دينار، هاي تكلفة المنجم. حددنا البسط، بدنا نحدد المقام. المقام مشان أحدد المقام بدي أعرف كيف أحسب قسط الإهلاك. قبل ما بدي أحسب قسط الإهلاك بدي أطلع حاجة اسمها زي ما اتفقنا قبل شوية معدل النفاذ. يعني إيش المعدل، إيش اللي أنا بدي أسحبه من هذا المنجم، قديش بنفذ. أنا عندي كومة، الكومة قديش بأخذ منها، في واحد بأخذ كتير واحد بأخذ قليل، قديش معدل النفاذ تبعي. هنقولك الآتي، هناخذ تكلفة الأصل اللي قيمتها 1,500,000 دينار بدي أقسمه على كام، بدي أقسمه على إيش في مخزون هذا الأصل. الكومة هذه اللي داخل البير جوا المنجم قديش كم طن فيها متوقعين. بيجوا خبراء بقولك والله انت المنجم تبعك في حوالي 1,000,000 طن بترول، في عنده 1,000,000 طن من البرميل، طبعا في حالة البترول بيقول برميل، في حالة منجم الفحم بيقول طن، مقدر في حوالي 1,000,000 طن من الفحم. جيد، أصبح معنى ذلك انه قديش كلفني الأصل، الأصل كلفني كام، 1,500,000. قديش في طن هذا المنجم؟ قال لك في 1,000,000 طن. أصبح معدل النفاذ لو بدي أشتغل بطريقة منتظمة حقول قيمة تكلفة الأصل 1,500,000 تقسيم الكمية المخزون الموجودة في هذا المنجم وقيمتها 1,000,000. أصبح 1,500,000 تقسيم 1,000,000 بيعطيك الجواب 1.5. حلو، أصبح معدل النفاذ الطبيعي لو أنا بدي أستهلكه بشكل طبيعي متساوي 1.5 ما إيه في المية، 1.5 اللي هو 1.5 طن في كل سنة. يا ترى بس أجد أنا في سنة 2007 حسب المثال الأمامي كم سحبت؟ هل سحبت أنا 1,000,000 طن؟ لا، أنا أخذت كم؟ أخذت 50,000 فقط طن، يعني سحبت 50,000 طن، نضرب 50,000 في 1.5 بيعطيك معدل إهلاك 75,000 دينار. هذه الطريقة يا إخوانا تستخدم دائما في حالة اللي هو مناجم الفحم، مناجم البترول، مناجم الذهب، بنعرف كمية التكلفة كام، وبعد ما نحدد التكلفة بنطلع معدل النفاذ. كيف نحسب معدل النفاذ؟ معدل النفاذ هو عبارة عن كل
التكلفة اللي كلفتني أنا بنقسمها على إيه؟ نقسمها قديش في فحم جوا هذا المنجم، قديش في بترول جوا هذا البير، قديش في ذهب جوا هذا المكان، يعني بالطريقة هذه بنطلع معدل النفاذ. إيش أنت سحبت، إيش أخذت منه، استخدمته وحفرت وأخذت منه، بنضربه في معدل النفاذ بيعطيه قسط الإهلاك السنوي. هكذا الطريقة السادسة، وهي طريقة إيش؟ وحدات الإنتاج. نفس الطريقة، بس بدل ما نقول إيش معدل النفاذ هنقول عدد ساعات العمل. أحيانا العلاقة مثلا بمثلا الطائرات، القطارات، الجرافات تقاس بمعدل ساعات العمل. كيف نقيس ساعات العمل؟ هنقول نفس الطريقة، قسط الإهلاك التكلفة أصل ناقص الخردة، هنضربها في عدد ساعات العمل اللي أنا اشتغلتها على ساعات العمل المقدرة طيلة العمر الإنتاجي. يعني مثلا بنقول والله في عندي آلة قيمتها 110,000 دينار، قيمتها خردة 10,000 دينار، قدر أنه الآلة هتشتغل معي مع مجموع 2000 ساعة، 200,000 ساعة، يعني الآلة هتشتغل معي 2000 ساعة 200,000 ساعة، وبعد 200,000 ساعة حصيل آلة خردة. زي المنجم والله حنطلع منه مثلا قول 1,000,000 طن، هذه الآلة هتشتغل 200,000 ساعة، وبعد هذا الساعات هصير خردة. كيف نطلع قسط الإهلاك؟ سهل، هنقول قسط الإهلاك يساوي الأصل ناقص الخردة مضروبة في عدد ساعات العمل على عدد ساعات العمل المقدرة. قديش تكلفة الأصل؟ تعال نحسبوها مع بعض. هاي 110,000، شيل منها خردة 10,000، هاي 11 110,000 هنا 11 110,000، شيل منها الخردة 10,000، افتح اضرب في رقم، نفتح القوس، 24,000 عدد ساعات العمل اللي أنا بقدرها. هي 24,000 مقسوما عليه، مقسوما على مجموع الساعات اللي حنشغلها 200,000، يعني 11,000 دولار اللي هو قيمة تكلفة الأصل، اطرح منها اللي هي الخردة، اضربها في 24,000، بعد ما بتقسمها 24,000 بعطان لازم نفك لها المعادلة، بنفكها قبل عملية الضرب، بنفتح قوس بنقول 24,000 تقسيم عدد ساعات العمل المقدرة 200,000، بعد ما نفك هذا القوس اللي تحت 24,000 تقسيم 200,000 بنضربه في كام؟ نضربه في هذا المبلغ، بعد ضربه بطلع الجواب 12,000 دولار. وبالتالي الطريقة سهلة جدا، أيضا شبيهة تماما بطريقة معدل النفاذ، بدل ما يحسب على شكل طن أو على شكل مثلا برميل كفعات النفط، حسبناها على طريق شكل ساعات. بينا منكم تهتموا بطريقة القسط الثابت والقسط المتناقص ومجموع أرقام السنين، ونكون عندنا فكرة أيضا في طريقة الاحتساب، في طريقة معدل النفاذ وطريقة ساعات العمل المستخدمة. نترككم إن شاء الله في رعاية الله في هذه المحاضرة، وإن شاء الله بنكمل معكم محاضرة قادمة بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.